إذن عندنا اليوم فرض ثالث في مادة التربية الإسلامية للسنة الدراسية، وهو الفرض الأول في الأسدس الثاني للسنة الخامسة ابتدائي. إذن نبدأ ب أولا نقرأ هذا النص. رافقك صديقك عصام للصلاة في المسجد يوم الجمعة، فوجدتم الإمام يلقي خطبة حول قصة يونس عليه السلام، فشرع عصام في صلاة تحية المسجد، وبعدها صليتم ركعتين قرأ الإمام فيهما جزء من سورة الحاقة وجزء من سورة المعارج، وبعد خروجكم نبهت عصام إلى الخطأ الذي قام به. إذن السؤال الأول، أستدل على أحوال يوم قيام الساعة. إذن عندنا من سورة التكوير وسورة القيامة ثم سورة التكوير. إذن الآية التي تدل على تساقط النجوم في سورة التكوير، وإذا النجوم انكدرت، نعم يعني تساقطت، وإذا النجوم انكدرت. ثم انطفاء نور القمر في سورة القيامة، وخسف القمر، نعم وخسف القمر. اشتعال النار بالنار في سورة التكوير، وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. إذن السؤال باء، لون بنفس اللون العبارة ومعناها. إذن هنا قرينا سورة الحاقة والمعارج والمدثر في هذه المرحلة الثالثة. إذن شكون يعني العبارة التي تدل على الحق، هل هي مصاعد الملائكة أم يقصد به محمد صلى الله عليه وسلم أم يوم القيامة؟ بطبيعة الحال يوم القيامة. إذن اللون هذا بنفس اللون. القيامة عندها مجموعة من الأسماء من بينها الحق. المعارج هل هي يقصد بها محمد أم مصاعد الملائكة؟ بطبيعة الحال مصاعد الملائكة. إذن المعارج تعرج الملائكة والروح فيها بإذن ربي. ثم المدثر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن ننتقل إلى السؤال الموالي، صل بخط بين العبارة والقاعدة التجويدية التي تنطبق عليها. إذن منوتية هل هي مد متصل أم نقل الحركة أم المد منفصل؟ نقل الحركة، نعم إذن نقل الحركة، نقلت الحركة من كلمة إلى أخرى. كلا إذا هل هو مد متصل أم مد منفصل؟ مد منفصل، نعم لأنه هو في كلمتين. إذن فاش كيكون في كلمتين كنقولوا منفصل، فاش كيكون في كلمة واحدة مثلا هنا يتساءلون، إذن هنا كاين المد متصل. إذن هذا الشيء شفناه خلال هذه السنة الدراسية فيما يخص المدود. إذن السؤال ألف في ثانيا، ضع علامة أمام الأعمال الصالحة التي يجازي الله فاعلها بالجنة. إذن طاعة الوالدين، نعم إذن يجازي بها الله. تأجيل الصلوات لا يجازي بها الله بالجنة. ثم الإحسان إلى الفقراء، نعم. السؤال الثالث، ما اسم
أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا خديجة بنت خويلد هي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التي دعمته وساندته. إذا خديجة بنت خويلد. سؤال باء، من كان يقصد الله تعالى بالمدثر في سورة المدثر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. بماذا طالب الله عز وجل النبي في سورة المدثر؟ بالقيام بمهمة التبليغ. نعم، إذا طالبه بالقيام بمهمة التبليغ، رسالة للعالم، وإنذار الكفار، وإنذار الكفار من عذاب الله، والصبر على الفجار، والصبر على الفجار، على الفجار. إذا هذا كان في بداية سورة المدثر. إذن ننتقل إلى الصفحة الموالية. رابعا، ما الخطأ الذي قام به عصام داخل المسجد؟ إذا حنا قرينا النص، دابا كاين واحد السؤال، يعني عصام، فشرع عصام في صلاة تحية المسجد. إذا الخطأ الذي أخطأه عصام هو صلى تحية المسجد والإمام يخطب. إذا الخطأ الذي ارتكبه عصام أنه صلى صلاة تحية المسجد والإمام يخطب، والإمام يخطب من يوم الجمعة، لأن ذاك الوقت لا يجوز صلاة، لا تجوز تحية المسجد، لأن هذا من شروط تحية المسجد. سؤال باء، صف صلاة الوتر وحدد وقتها. إذا صلاة الوتر هي ركعة واحدة تصلى بعد صلاة العشاء، تصلى بعد صلاة العشاء، وحكمها سنة مؤكدة، وحكمها سنة مؤكدة. إذا صف صلاة الفجر وحدد وقتها. إذا صلاة الفجر، صلاة الفجر ركعتان تصليان، ركعتان تصليان قبل صلاة الصبح. نعم، تصليان قبل صلاة الصبح، وحكمها أنها رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، رغب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن السؤال الموالي، ضع سطرا تحت الوقت الذي تجوز فيه صلاة تحية المسجد. إذن تحية المسجد كاين شي أوقات لا تجوز، وهناك أوقات هي تجوز. إذن قبل صلاة العصر، إذن تجوز قبل صلاة العصر، بعد صلاة العصر لا تجوز، لأن ذاك الوقت الصلاة غير جائزة، وبالتالي هنا ما غاديش نسطروا. بعد صلاة الصبح، ولكن قبل طلوع، قبل ما تطلع الشمس وبعد صلاة، إذا في هذا الوقت لا تجوز، لأن ذاك الوقت الصلاة غير مقبولة. إذا أثناء خطبة الجمعة كذلك الخطأ الذي ارتكبه عصام، إذا هذا الوقت لا تجوز صلاة تحية المسجد عند طلوع الشمس. نعم، ممكن إلا دخلنا للمسجد وكان طلعت الشمس ماشي مشكل نصلي وتحية المسجد. أن تكون الصلاة المفروضة قائمة. إذا أنت دخلتي للمسجد والإمام كيقيم الصلاة، واش أنت غتصلي تحية المسجد؟ لا. أو إلا أنت عندك مثلا دخلتي للمسجد وفيك عندك دين، عندك صلاة ديال الفرض مازال ما صليتي الظهر مثلا، داخل المسجد وأنت عندك الفرض، فالفرض هو اللي كيسبق، عاد كتجي تحية المسجد. فتما يجب الصلاة المفروضة هي الأولى ديما، غير كنحيدو المفروضة داك الساعة واخا، صافي. إذا أن تكون الصلاة المفروضة قائمة فهنا لا تجوز صلاة تحية المسجد. أملأ
الجدول التالي، تحية المسجد حكمها مندوبة. إذن هي صلاة مندوبة، وقتها عند دخول المسجد. إذن لماذا سميت تحية المسجد؟ هل لك أعطيه تحية المسجد عند دخول المسجد؟ عدد ركعاتها اثنان، ركعتان. ترتيبها قبل صلاة قبل الصلاة المفروضة. قبل الصلاة المفروضة، إذا هي كتجي قبل ما تجي، قبل إقامة الصلاة مثلا في المسجد، قبل إقامة الصلاة تقام الصلاة صافي، لا تجوز ديك الساعة صلاة تحية المسجد. إذا من هو النبي الملقب بذي النون؟ يونس. إذا يونس عليه السلام. إذا في القرآن الله تعالى كيقول: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا هذه الآية كتبين بأن الاسم ديالو ذا النون، لأن النون راه سميت اسم حوت، لأنه هو النبي الذي ابتلعه الحوت، فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث. لو كان ما كانش كيسبح غادي يبقى في البطن ديال داك الحوت، وبالتالي سمي ذا النون انطلاقا لما سمعته في خطبة الإمام حول قصة يونس عليه السلام. ما هو الدعاء الذي ردده يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت؟ إذن الدعاء الذي ردده لا إله إلا أنت سبحانك. نعم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين. إذن السؤال الموالي: أرتب خطوات التوبة. إذن هنا أندم على ما فعلت، أستغفر الله العظيم، لا أعود إلى الذنب أبدا، أقلع عن المعصية. أستغفر الله العظيم. إذن أندمو إذن أندمو هي الأولى، خصني ندم على داكشي اللي درت، ثم بعد داكشي غادي نستغفر، من بعد داكشي سأقلع عن المعصية، وبعد ذلك لا أعود إليها أبدا. هذه هي الخطوات ديال التوبة. السؤال السادس والأخير: ضع علامة أمام السلوكات المقبولة. إذن لا أعتذر إن أخطأت، لا. هذا سلوك غير مقبول. أعترف بخطئي. نعم. مقبول. إذن هنا الهمزة اللي علاش؟ لأن قبلها كسرة. نعم. لأنها مكسورة. إذن الاعتذار سلوك ذميم. الاعتذار لا. لا. إذن هذا الاعتذار سلوك حميد. حميد. بالتالي السلوكات المقبولة هي هذه: أعترف بخطئي إن أخطأت. إذن هكذا نكون قد أنهينا هذا النموذج من الفرد المحروس في مادة التربية الإسلامية، وخا حنا ما حيطناش بجميع الدروس لأن الدروس كثيرة جدا، وممكن أن يكون لدينا فرد نموذج ثاني في حصص لاحقة بإذن الله.